sedan 7 oktober har förstörelsen och kaoset i Gazaremsan varit otroligt våldsamma. Hundratusentals flyktingar lever i rädsla och osäkerhet. Samtidigt lider de av brist på mat, skydd, vatten och medicinsk vård. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمين. صلوات ربي عليك يا حبيبي يا رسول الله. بداية بتوجه بالشكر إلى إخواني في تجمع أطباء فلسطين أوروبا على جهودهم في السويد، على جهودهم المباركة المشكورة في مركز إيواء القادسية التي تتشرف بأني أعمل مدير لهذا المركز. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم نفتكر النقطة الثانية في النقاط الطبية لزيارات المسكين في جنوب قطاع غزة. طبعا هذا النقطة بتبرع من بان السويد. نشكر الجزيرة في بان السويد على هذا العطاء. Efter förstörelsen av de flesta sjukhusen och vårdinrättningarna så är de sista som finns kvar överbelastade och vårdpersonalen är på gränsen till att vara fullständigt utmattade. Det är dags att agera. Palmed vill förbättra hälsovård för Gazas palestinier. Vi gör detta genom införandet av medicinska kliniker. أنا الدكتور محمد النجار، نعمل كمتطوعين مع بالميد فرع السويد داخل مركز إيواء القادسية. هذا المركز يحتوي على 7000 نازح من المنطقة الشمالية أتوا لهذا المركز الإيواء. المركز ما كان فيه نقطة طبية. بعد التواصل مع الجمعية تم توفير عدد من الأدوية والأجهزة الطبية التي تساعد الناس على متابعة المرضى داخل مركز الإيواء. معكم الطبيب سند البلباسي، متطوع حديثا في بالميد فرع السويد. الجامعة هنا تحوي 20,000 نازح، تمام، خارج نطاق الجامعة وداخلها. احنا هنا كنقطة طبية نستقبل حالات منها البسيطة ومنها المتوسطة ومنها الحرجة. Ditt stöd räddar liv och lindrar de palestinska flyktingarnas lidande. Gör en donation idag. Civila i Gazaremsan behöver ditt stöd.